الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروس وجوه القراءات العشر في القرآن الكريم. وصلنا إلى الآية من سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ففي هذه الآية قرأ ورش رحمه الله بالنقل في كلمة الأرض فقرأها في الأرض، وقرأ السوسي على عادته عن أبي عمرو بالإدغام بغير غنة، وهو الإدغام التام، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم. وكذلك قرأ ابن كثير وأبو جعفر على عادتهما بميم صلة الجمع وصلا. وأما يعقوب فقد قرأ بهاء السكت على قوله مصلحون: إنما نحن مصلحون. وقرأ حمزة بالسكت على كلمة الأرض فقرأ في الأرض. وكذلك فإن كلا من رويس عن يعقوب وهشام عن ابن عامر والكسائي قرأوا جميعا بالإشمام بالضم في كلمة قيل، فقرأوها وإذا قيل، وإذا قيل إشمام بالضم في هذه الكلمة. وكذلك قرأ بقصر المد المنفصل على عادتهم في القرآن الكريم كل من قالون وأبو عمرو وابن كثير وأبي جعفر ويعقوب. وأما في الآية التالية من قوله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فكذلك قرأ بقصر المنفصل المد المنفصل من ذكرناهم آنفا، وقرأ كذلك كل من ابن كثير وأبي جعفر بميم صلة الجمع وصلا. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.